السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن كم السلسلة الخاصة بالعمود الفقري. اتكلمنا عن أهمية العمود الفقري في المرة الماضية، النهاردة هنتكلم عن العمود الفقري وتشريحه وبيتكون من ايه. العمود الفقري لازم نفهم ان هو، طبعا احنا اتكلمنا عن اهميته، ان هو بيحيط بالنخاع الشوكي، وده اهمية مهمة جدا لان النخاع الشوكي هو اللي بيمر بداخل القناة الشوكية اللي هي بيبقى فيها الحبل الشوكي ذاته. طبعا بيبقى مهم جدا لان هو ده اللي بيعمل الارسالات العصبيه اللي موجوده لجسم الانسان كلها يعني. فجزء هو جزء يعني مهم جدا في الجهاز العصبي، ومسؤول عن امدادات الاعصاب واستقبال المعلومات من الجهاز العصبي المحيط داخل الجسم. طبعا بينتهي العمود النخاع بيبقى موجود من جوه العمود الفقري من اوله، من اول الراس من فوق لغاية أول الفقرات القطنية، بعد كده بيبدأ ينزل إلى جذور عصبية سيالة لغاية ما توصل إلى الأطراف لغاية القدم. النهاردة بنتكلم عن حاجات يعني شيء مهم جدا، هو إن الفقرات العمود الفقري عبارة عن عظام متركبة يعني فوق بعضيها، بيبقى ما بينها الديسك أو الغضروف. الفقرات ديت إجمالي الفقرات اللي موجودة في الجسم الإنسان بتبقى 33 فقرة. العظام كلها بتبقى حوالي 26 عظمة ما بين العظام اللي هي التكوين العمود الفقري ذاته. طبعا بطول العمود الفقري بيختلف من المرأة للرجل، الرجل بيمكن يوصل ل 60 70 سم، المرأة بتوصل ل 60 سم تبقى أقل. طبعا بيختلف شكل العمود الفقري من مكانه ومن حجمه ومن وظيفته ومن حركته، عشان كده تلاقيه من فوق من أول الرقبة كده تلاقيه صغير، وبعد كده يبدأ يكبر 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 لغاية ما يوصل الفقرات القطنية بتلاقيه أكبر حجم ليه في الفقرات القطنية. الفقرات بالنسبة للرقبة بيبقى فيها 7 فقرات بيسموها الفقرات العنقية. بعد كده بيبقى فيه 12 فقرة بتبقى الفقرات الصدرية اللي هي ماسكة في القفص الصدري. بعد كده في الفقرات القطنية اللي هي بتبقى 5 فقرات. بعد كده في 5 عجزية، ودي تبقى ملتحمة، كلهم ملتحمين مع بعضهم بيدوا شكل مثلث، بيبقى عظمة واحدة يعني بيبقى شكل مثلث كده. في بعد كده العصعص، وده بيبقى اللي هو بيبقى حوالي من 4 ل 5 فقرات صغيرين جدا بيبقوا ملتحمين كلهم ببعضهم. الديسك اللي ما بين الفقره العظم وما بين بعضه بيبقى فيه الديسك اللي هو الغضروف. بيوجد حوالي 23 قرص جيلاتيني، اللي هو ما بين كل فقره وفقره بتلاقي فيه قرص اللي هو الديسك دوت. ففي حوالي 23 ديسك موجودين او بيسموها الغضروف دوت، بيبقى بين الفقرات، بيبقى عامل زي شريحة البصل كده، بيبقى عبارة عن دوائر 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 مادة جيلاتينية، الكولاجين ما بين كل فقرة وفقرة بحيث يتحمل الصدمات ويتحمل الضغوطات اللي على العمود الفقري. طبعا ما بين كل الفقرات دي بيطلع في الأعصاب اللي بتخرج من العمود الفقري، بيبقى في حوالي 331 زوج من الأعصاب الشوكية بتخرج من العمود النخاع الشوكي، فبتقوم خارجة من العمود الفقري. عشان كده لما يحصل انزلاق او كلام من ده بتلاقي فيه ضغط على الغضروف، الغضروف يبدأ يبرز يقوم خابط في العصب اللي خارج من النخاع الشوكي. طبعا العمود الفقري مهم جدا يعني ان نحافظ عليه، مهم جدا ان احنا نحاول نفهم انا ليه بقول الكلام ده، لان العمود الفقري ليه وظائف كتير جدا، ليه أهمية مهمة جدا في جسم الإنسان، من حفاظه على الأعصاب، من توازن الجسم ذاته وتوزيع الأحمال على الجسم. فإن شاء الله بإذن الله يعني إحنا يعتبر قلنا بطريقة مختصرة، وأسأل الله جل إن شاء الله بإذن الله يعني يكون استفدتوا من المعلومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.